السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مازيكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا يتكلم عن أفضل 10 شخصيات بأرك الأكوان أو أقوى 10 شخصيات بأرك الأكوان من دراغون بول سوبر، ويلا نبدأ. طبعا قبل لا ندخل بالموضوع على طول، في اي جي امباير كالعادة توقع تعودت لهم تسمع الإعلان، الزبدة عندهم قناة رهيبة وعندهم منتدى رهيب اسمه اي جي جلوبال جديد، تقدر تتكلم عن أي موضوع يخطر ببالك مو بس تخصص الأنمي لكل شيء بالعالم. فأتمنى تدخلوا المنتدى لأنه مرة رهيب، عن نفسي عجبني، واشتركوا قناتهم اللي تقدم تقارير رهيبة. ننتقل للمقطع. طبعا مقطع هذا رأي شخصي، فأي شخص ما عجبه رأيي لا يسبني، راح يكتب بالكومنتات مثلا اوه لا انت ظلمت هذه الشخصية، فرض الشخصية تكون كذا، اكتب كذا باحترام، كيف كذا انا بقدرك والناس كلهم اللي بشات ممكن يتفقوا معاك يقدروك، اظلم ما انك تجي تسبني او تسب امي تقول انت ترتيبك خايس يا زبالة يا حيوان، طب اكتب رأيك وخلاص. فهذه البداية، معلش طولت، خلينا نبدأ بالمقطع. بالمركز العاشر عندنا كل. طبعا كل هي من سيان الكون السادس والكل يعرف هذا الشيء، طبعا ما يحتاج اقول لكم اياه، مثل اللي قلته. الزبدة كل من الشخصيات الفخمة والقوية بنفس الوقت، خصوصا لحظاتها مع كاليفلو، كيف انه هي الوحيدة اللي تهدي كاليفلو يوم تتحول وتعصب كذا. فبعدين نتكلم كاليفلو انها موجودة بالتوب، فكل اشوف انها اضعف شخصية بالتوب معانا، بس تظل اقوى من كثير شخصيات موجودة برا التوب. وتستحق هذا المركز عن نفسي، اكتبوا لنا رايكم تستحق هذا المركز ولا لا، وننتقل للمركز التاسع. بالمركز التاسع عندنا جوهان اللي بالجزء دراغون بول جد بدايته كان اعظم شخصيه بالتاريخ، كان بزر، هو الوحيد اللي قدر يهزم سيل، هو الوحيد العظيم الاسطوره، والحين هطف النهايه دراغون بول جد. بدايه سوبر كان مجرد طالب يدرس، كل بسبب تي تي اللي ما خلته يهتم مستقبل القتال وخلته يهتم بدراسته. بلا يعني اذا درست ايش الفائده؟ حرام، هو مقاتل. اذا مثلا جاء ناس يهجم على كوكب الارض والكون السابع، جوهان بيقعد يذاكر كذا، اوه يلا احسبها 5+5، اه هزمتك انا اذكى منك. لا ما حيصير كذا، لازم يكون قوي، مو لازم يكون قوي بالذاكره او بالعلم، لازم يكون قوي بالقوه. هذا دراغون بول، ما هو ديث نوت ولا كود جياس، بس التشبيهات رهيبه صح. ادب للاسف انظلمت الشخصيه، كانت عظيمه وصارت هطفه، ويستاهل هذا المركز صح انه صار هطف، بس لسه يظل شخصية عظيمة وقوية، والحين انا احبك يا جوهان حتى لو صرت غبي. انتقل للمركز الثامن، معانا اندرويد 17. اندرويد 17 اللي اختفى عننا بدراغون بول سوبر فجأة ظهر، اللي كنا متوقعين انه حيكون شخصية عادية وما هي قوية، صدمنا انه طلع فعليا قوي وتطور، اقوى من اندرويد 16 على الاقل، او 18 اقوى من اندرويد 18، اقوى من كثير شخصيات كانوا بالبطولة، وادى شيء رهيب، خصوصا انه هو الشخصية اللي فازت اللي تمنى الامنية. فاندرويد 17 تحياتي لك، من شخصيات اللي انا احبها، صح انه اختفى بدراغون بول سوبر تقريبا وما ظهر الا بالنهايه، بس يظل شخصيه عظيمه وفخمه، وخصوصا الرعب اللي سببه دراغون بول زد، صح انه بعدين اكل يعني، بس انه يظل شخصيه فخمه. ننتقل للمركز اللي بعده، معانا كاليفلا سوبر برولي من الزباله. اوكي معليش، بس هم كانوا يحاولوا يقلدوا برولي، بس انه زباله، برولي زباله، بس انها ظل شخصيه رهيبه. ظل شخصيه قويه، خصوصا معصبه وكذا، بس يعني محاكاة برولي بالكون السادس كانت سيئة، لأنه كاليفلا يا أخي ما أحسها تنفع كبرولي، أي شخصية ثانية كان يمكن ترفع كبرولي أكثر منها. ما أدري صح إنه برولي شخصية فخمة وخربوه كذا، بس عوضونا بعدين بالفيلم الرهيب اللي نزل فيه برولي وطلع من جد فخم ورهيب، ومتحمس إذا كملوا الأجزاء القادمة يمكن يخلوا برولي شخصية أساسية فيه. يا رب من جد مرة شخصية برولي فخمة الصراحة، أفضل من الأفلام، الشخصية الجديدة أفضل من الأفلام، أفضل من كاليفلا الزبالة، بس ما نقدر ننكر قوتها، وخصوصا يوم فقدت السيطرة كذا قعدت جلدت الكل، صح إن الكل كان يسلك لها، بس إنه زادت ناس كثير، فظل شخصية مرة قوية. انتقل المركز اللي بعده، معنا فريزا. في ناس ممكن ما تتفق معي لأنه فريزا بهذا المركز، إحنا نشوف شو يستحق هذا المركز. ففريزا صح انه مخادع وكلب، بس يظل شخصية رهيبة وفخمة، صح انه شرير دائما يندعس بعدين يرجع يندعس ويرجع يرجع اكثر من 5 مرات اظن، بس يظل شخصية فخمة، خصوصا التطور الرهيب حقه، يعني جوكو قاعد 500 مليار سنة اوكي تقريبا يعني اوكي، زبدة معنا قاعد فترة مرة طويلة لين ما وصل لهذه القوة، وفريزا تدرب فترة بسيطة ووصل لقوة رهيبة، بس صح انه ما توصل لقوة جوكو، بس انه قريبة من جوكو، وخصوصا التحول الذهبي حقه مرة فخم ورهيب. ففريزا مرة شخصية رهيبة، صح انه دائما يندعس، بس يعني يظل شخصية وجودها فخم. انتقل المركز اللي بعده، معانا الأسطورة هيتو اللي بأرك الكونين كان شخصية عظيمة، كان تقريبا أقوى واحد بذاك الأرك، بعدين الحين صار أضعف واحد، مو أضعف واحد يعني صار مرة ضعيف مقارنة بقبل، يعني صار ولا شيء. وين هيتو القاتل اللي كان يسطع الناس أسطورة بأرك الأكوان؟ للأسف انظلم، بس حتى هو مظلوم يستاهل مركز أعلى من كذا، بس حطيته كذا للأسف لأن القوة اللي ظهرت له بأرك الأكوان ما هي كافية إني أرفعه من كذا. للأسف هيتو أنا أحبك بس انظلمت، أنت نفس حال جوهان، مظلوم. انتقل المركز اللي بعده، معانا توبو حاكم الدمار الجديد. توبو بداية البطولة طلع لنا كنا نحسبه
جيرن اللي يتذكر ايام دراغون بول سوبر كذا يوم كان ينزل حلقه بحلقه، كنا نحس بتبو وجيرن وصارت لخبطه، بس طلع تبو شخصيه غير جيرن، وطلع شخصيه مره فخمه رهيبه، صح انه يشبه ذاك اللي بسونيك، والله نسيت اسمه، زد يشبه بسونيك شوي، بس ظل شخصيه فخمه قويه، خصوصا انه صار حق النمر حاليا ومره رهيب. فهذا يشتغل هذا المركز، قوته مناسبة لهذا المركز، أقوى من هيتو للأسف، بس هيتو لو ما انظلم كان بيصير أقوى منه. ننتقل للمركز الثالث، معانا فيجيتا، والكل كان يتوقع أن فيجيتا حيكون بهذا المركز، لأن هذا المركز اللي يناسبه. في ناس ممكن تقول توبو أقوى، بس عن نفسي فيجيتا، مو بس إني أحب فيجيتا، هو مو مرة أحب، بس إنه يعني على الأقل شخصيا تحسه كذا محارب، بس يتدرب يتدرب يتعب يتعب يتعب، آخر شيء جوكو بسول يصير أقوى منه. فهذه نقطة سلبية بعلاقة فيجيتا وجوكو، مسكين فيجيتا، بس يظل شخصية فخمة رهيبة، والتعود سوبر سيان بلو حقه مرة فخم، صح انه ما في تحولات زيادة يعني رهيبة، ما في غريزة فائقة كذا، نقول ان شاء الله بالمستقبل يصير اقوى، يا ريت، اتمنى الصراحة لانه احسه مظلوم، بس هو يعتبر شخصية مرة رهيبة قوية. ننتقل للمركز الثاني ومعانا جيرن. اوكي اوكي، لا احد يجي يسبني ليه جوكو اقوى من جيرن، ليه جيرن اقوى من جوكو. اوكي رأي شخصي، وعن نفسي اشوف انه جوكو افضل، صح انه جوكو ما قدر يهزم جيرن واحد على واحد، بس كان في اسباب، غير كذا غريزة جوكو أفضل، هنتكلم عن جوكو بعد شوي. فجيرن أشوف أقوى من الكل، كل إلا جوكو، صح إنه ممكن الناس تسبه يقول لي لا جيرن أقوى شيء وما أدري، صح إنه جيرن عظيم ومرة قوي ورهيب، بس ما أشوف أقوى من جوكو، جوكو أقوى وأفضل. أتمنى ما كنت ظلمت جيرن، بس هذا رأيي الشخصي. انتقل المركز الأول، معانا جوكو، صح إنه قتال جوكو وجيرن، كان جيرن متفوق بالقتال وكان متفوق بأشياء كثيرة، وجوكو اضطر يستخدم عنده رود 17 فريز عشان يقدر يفوز على جيرن، لان جيرن مره عظيم، بس لا يظل جوكو اقوى، الغريزه الفائقه يا عالم، الغريزه الفائقه المتقنه شيء 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 عظيم، افخم تحول دراغون بول بالراحه، افخم تحول، تحول مره فخم اسطوري، بهذا التحول جوكو صار توب، صار مره رهيب، صار اقوى من جيرن بالنسبه لي، ادري انه في ناس ما بتتفق معي تقول جيرن اقوى، بس بالنسبه لي جوكو مع هذا التحول اقوى بكثير من جيرن، مو بكثير والله بشوي من جيرن. فجوكو انا احبك مع تحولك الجديد الرهيب الفخم كذا اخي، والاوست حقه نا 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 نا، امزح والله صوتي خايس، لازم ذاك الاوست الرهيب حق الغريزه الفائقه البي، ومعليش ظلمت شخصيه وما في شخصيه ما ذكرتها، ذاك الشخصيه اللي شبه بيرس ناس اسمه، يستحق يكون موجود معانا، ممكن يكون قوه كيل اللي من الكون سالز، ذاك اللي شبه بيرس بحط لكم صورتين اذا لقيتها، ممكن اكون ظلمته شوي، بس ها هذا رأيي الشخصي، ومن في ناس بيحطوه بالتوب، فأدري إني كررت رأي شخصي كثير. أتمنى عجبكم المقطع، اكتبوا لنا رأيكم، أتمنى الكل يكتب لنا رأيه بدون تعصب وبدون شيء، ولا تصلوا على النبي ومع السلامة.